السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مع فيديو جديد من قناتكم عالم الكمبيوتر والبرامج. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. الفيديو بتاع النهارده بإذن الله هيعلمك ازاي تقفل لوحة المفاتيح بتاعتك، بحيث ان انت لو سبت جهاز الكمبيوتر بتاعك ورحت قمت في مكان او عملت شغل او حبيت ان انت ما حدش يقعد على جهاز الكمبيوتر بتاعك ويلعب فيه، فانت كده قفلت لوحة المفاتيح. هنعمل ده مع بعض ازاي؟ لو انت حابب تابع معايا الفيديو للنهاية. هنعمل ده مع بعض ازاي؟ الموضوع ببساطة ان انت تضغط على مفتاح اللي هو شيفت يمين 5 مرات متتالية، هتظهر معاك الرسالة ديت. هو بيقول لك هل ترغب في تشغيل ميزة ثبات المفاتيح؟ بيقول لك تتيح لك ميزة ثبات المفاتيح امكانية استخدام مفتاح كنترول الت شيفت او مفتاح شعار الويندوز بالضغط على مفتاح واحد في المرة الواحدة لكي يقوم مفتاح الاختصار بتشغيل ثبات المفاتيح. لو انا ضغطت على نعم كده لوحة المفاتيح بتاعتك ثبتت، مهما حد يستعملها مش هيعرف. مهما يضغط على لوحة المفاتيح، لوحة المفاتيح تم إغلاقها، محدش يقدر يستخدم لوحة المفاتيح. طيب لو أنا عايز بقى أرجع لوحة المفاتيح تاني للعمل، خلاص أنا رجعت على جهاز الكمبيوتر بتاعي وعايز أخليها ترجع تشتغل تاني، كل اللي هتعمله حضرتك هتروح ضاغط مرة تانية على مفتاح اللي هو الشيفت اليمين، هترجع لوحة المفاتيح بتاعتك للعمل. بكده طبعا الفيديو بتاعنا يكون انتهى. لو انت استفدت منه وتعلمت شيء جديد ما تنساش طبعا اللايك الجميل بتاعك والاشتراك في القناة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.